بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مع قناتكم مصادر الأخبار. النهاردة معنا خبرين مهمين جدا وهم عن الإسكان. هنتكلم عن وحدات سكنية بالإيجار في 4 محافظات، نتعرف على الشروط والأسعار. أما الخبر الثاني المهم للي حاجز وحدات بالطرح الجديد في مشروع سكن مصر، هنتعرف على 7 أمور ممكن إن هي تهدد إلغاء حجز وحدتك بالطرح الجديد. إذا كنت أول مرة تشاهدنا يشرفنا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلك كل ما نقدمه على مصادر الأخبار، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك شير، هذا لا يكلفك شيء. ونبدأ أول خبر معانا النهاردة. والخبر اللي معانا النهاردة هي الأمور اللي ممكن تعرضك لإلغاء حجز وحدتك بالطرح الجديد في مشروع سكن مصر. ومعروف ان وزارة الاسكان طرحت حاليا شقق في مشروع سكن مصر ضمن الطرح الدائم للوحدات، وبيكون اخر يوم لسداد مبلغ الدية الحجز هو يوم 14/11/2023 اللي هو نوفمبر الحالي، لما يتم طرح وحدات في مشروع جنة والاسكان المتميز. هذا الطرح هو اول المشروعات التي تكون على طريقة اجهزة المدن ضمن آلية الإتاحة الدائمة لتخصيص وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة. أهم النقاط التي يمكن أن يتم إلغاء الحجز بسببها، أول حاجة التخصيص شخصي، ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقا للائحة العقارية بالهيئة. الشيء الثاني أو الشرط الثاني، في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط بناء على طلب المخصص للوحدة. الشيء الثالث اللي بيهدد إلغاء الحجز، عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية زائد 0.5% لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد. الشرط الرابع والشيء الرابع اللي بيهدد إلغاء الحجز، عدم سداد قسطين متتاليين طبقا لأسلوب السداد. الشيء الخامس، التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص. رقم 6، تغيير الغرض المخصص له الوحدة. رقم 7، عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام. ده كانت على السريع كده 7 أمور بتهدد إلغاء وحدتك بالطرح الجديد في مشروع سكن مصر. أما الخبر الثاني معنا النهاردة هو بخصوص إن الحكومة أو مجلس الوزراء قرر أو مع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إطلاق مشروع تجريبي وحدات سكنية بالإيجار في 4 محافظات. خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة والتي تقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الهيئات المختصة. وتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولى إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات، هي محافظات المنوفية والجيزة والشرقية وبني سويف، وصولا إلى عدد 20 إلى 30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار. وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 متر ومبلغ 1200 جنيه شهري للوحدة السكنية 75 متر مربع شاملا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويا، ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.
كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، بيتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار. أيضا بيقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها، ويحتفظ بملكياتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار. في حال تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة، يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريا، وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولا إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث. وعند شروط الاستفادة بهذه الوحدات وعند شروط الاستفادة بهذه الوحدات فإنها تتضمن أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهري للفرد و8000 جنيه شهري للأسر، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المساندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر. في حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية، يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقد، ولا يمكن تملك الوحدة من نهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته، وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار. يمكن أيضا للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفض الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة السكنية، وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع 90000 جنيه، يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 ويتدرج حتى يصل إلى 500000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه للمستفيدين. فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع 60000 جنيه، بيبدأ عند مستوى الدخل 2500 ويتدرج إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 متر مربع. يتضمن الاتفاق مع المواطن وعد بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار، على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد المصروفات الإدارية والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بالنظام المعمول به في حين. يعني يمكن أن المواطن أنه يشتري الوحدة المؤجرة ممكن في نهاية الخدمة أو في أي وقت، ولكن طبعا بيحسب الإيجار من ثمن الوحدة. يأتي ذلك تنفيذ لتكليف رئيس الجمهورية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة. ده كان الخبرين اللي معانا النهاردة على قناتنا مصادر الأخبار. أتمنى إنك تكون وصلتك معلومة بهذه الأخبار، و إلى أن ألقاك في مجموعة إخبارية هامة تهمنا. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.